استاذ خالد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ خالد اهلا، ازي حضرتك يا شيخ؟ فضل ونعم الحمد لله، ربنا يبارك لك يا رب. انا متابع برنامج حضرتك على طول دايما والله. الله يعز حضرتك يا استاذ خالد، ربنا يبارك لك يا رب. والحلقه النهارده كانت مفيده جدا، بس في نقطه بس مهمه جدا حضرتك الشيخ، يعني اتفضل. احنا بنربي في اولادنا. انا بس عايز اقول لحاجه يا استاذ خالد. استاذ خالد حضرتك. اللي احنا بنعمله دلوقتي احنا بنعمل حاجة زي ما يقولوا كده هاند ميد، احنا بنغزل عشان الوضع المتداخل اللي احنا فيه دوت في مجال التربية. فانا صدري منفتح جدا جدا لكل حد يجي يقول لي نعمل ايه في ده، لان ده مهم جدا جدا. اتفضل يا استاذ خالد. وانا عايز اقول لحضرتك ان اول مرة اشارك في برنامج عامة، يعني على راسي. ربنا يخليك. ليه الشرف ان انت ان ده كان حظي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. اتفضل يا استاذ خالد. احنا بنتكلم في ان احنا نزرع ثقه في اولادنا، وبرده يبقى دايما يشاركوا ابائهم في اي موضوع وكده. نعم. بس بنلاحظ ان اهم حاجه الاخلاق عند يعني معظم، مش كل يعني معظم الشباب، بتبقى الاخلاق والالفاظ اللي بيتداولوا بيها سواء في الشارع او في البيوت بتبقى شيء محزن جدا. فمش عارفين بيبقى ايه السبب، يعني دايما يعني ممكن يبقى ناس كويسه وكل حاجه بس بيتلفظوا بالفاظ وحشه، بيبقى الاخلاق متدنيه قوي. فعايزين بس عندي بحث في ده يا استاذ خالد، لقيت ان السبب في ده ست حاجات. تمام. فانت لو حابب ان انا اقول لك ايه الاسباب اكلمك عن الاسباب، بس انا بفكر في الحلول اكتر من الاسباب. تمام. فخليني اجاوب على السؤال ده واقول لحضرتك ايه الاسباب بسرعه وايه الحلول، ويا سلام لو ان احنا نتكلم في حلقه، وده مهم جدا ان شاء الله نفكر فيها في حلقه، ليه اخلاق اولادنا مع كونهم بيتربوا في بيئه كويسه ليه اخلاقهم بتسيل، بيحصل سيوله في الاخلاق ليه؟ هنقول كده. احد اهم الاسباب هو عدم الثقه بالنفس اللي بتخليه بيقلد. الحاجة التانية ان هو بيحس ان هو ضعيف ومحتاج ان هو يحمي نفسه بان الناس تحس ان هو مخربش وتحس ان هو انسان في شقاوة كده، فيحس ان هو بيحمي نفسه. احد الاسباب كمان ان هو بيحس ان البيئة كلها كده، فهو عشان يندمج في البيئة دي ويبقى انسان مش مرفوض ومش ملفوظ بيضطر يعمل ده. احد الاسباب كمان وهو سبب مهم جدا جدا ان الاهالي كمان هم بيمارسوا ده، فالولد عمل زي ما بيعمل الاهالي. رقم خمسة ان في احوال كتيرة ان السبب في ده ببساطة خالص ان الشخص ما عندوش قدرة على انه يميز، ما عندوش معايير، الاهالي ما ربهوش على معايير يفرز بيها ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. احنا نعمل ايه بقى؟ تعالوا نهتم احنا، نبتدي بانفسنا ان احنا نخلي البيت بيئة امنة اخلاقيا، مفيش عنف، مفيش تلفظ، الالفاظ الخارجة نوع من انواع العنف، فنبطل نخلي البيت فيه اي شكل من اشكال العنف واي شكل من اشكال تهديد الاولاد عشان ما يضطروش يحموا نفسهم بالالفاظ غير المناسبه وبالاخلاق غير الرشيده. ده اللي كان يستحمله الجواب على استاذ خالد، ولسه مكملين في الملف دوت لان هو في الحقيقه هو دي حياتنا، واحنا متمسكين ان حياتنا تكون افضل، لان ربنا سبحانه وتعالى اللي اعطانا كل هذه المنن، احنا مش هنستصغر نعمه ربنا بان احنا قادرين نفكر وقادرين كمان نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقادرين نضع حلول لحياتنا، وقادرين كمان ان احنا نتمسك بمدد ربنا في حياتنا تكون احسن. يا رب العالمين اجعلنا دائما في مددك، واجعلنا دائما في بركتك، والهمنا رشدنا يا رب العالمين، وحبب الينا الايمان، وزينه في قلوبنا، وحبب الينا الاخلاق، وحبب الينا القيم، وحبب الينا ان نكون من اصحاب الكرامة، والا نتعدى على كرامة احد، لأننا جميعا عبيد لك يا أحد، فاجعلنا دوما نرى الكرامة منك وحدك ولا نتعدى عليها، ونكون دائما في رضاك وفي حماك يا رب العالمين.